مشاهدي قناة الشبيبة، يسرنا أن نلتقي بالبطل العماني الكابتن عزام الرمحي ويتحدث عن هذه البطولة، بطولة عمان مفتوحة للغولف التي تقام بمشاركة نجوم العالم في اللعبة. الحضور العماني كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تعرفون هذه البطولة تعتبر من أكبر البطولات التي تستضيفها السلطنة وأكبر حدث رياضي في البلد، فأنا فخور بأني أمثل السلطنة كوني اللاعب العماني الوحيد المشارك في هذه البطولة، وكما قلت أني أمثل عمان بين محترفين من دول كثيرة ومن ضمن 146 لاعب، فهاي فرصة لي طبعاً أني أحتك مع اللاعبين الآخرين وأكتسب من خبراتهم ومهاراتهم، وطبعاً هذه الفرصة راح تساعدني بأني أحسن من مستواي لما أمثل بلدي في البطولات الإقليمية والخارجية بإذن الله. طيب ماذا عن المنافسة؟ المنافسة جداً قوية والتحدي كبير، في لاعبين من أفضل اللاعبين الجولف في العالم. عندنا لاعب ألماني اسمه مارتن كايمر، كان الأول عالمياً. نعم. وهو مشارك في هالبطولة فرفع من سمعة البطولة، وطبعاً في لاعبين يعني تصنيفهم في أول 100 من التصنيف العالمي، فهذول اللاعبين رايحين يرفعوا من مستوى البطولة وسمعة البطولة أكيد. طيب الحضور العماني تمثل بيك؟ أنا أمثل السلطنة في هالبطولة أكيد. واستلمت دعوة من المنظمين لأني أمثل السلطنة، والحمد لله هاي فرصة للناشئين اللي عندنا إنهم إن شاء الله يأملوا يوم من الأيام إنهم يأخذوا مكاني ويحصلون على نفس الفرصة بإذن الله.